السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كيف حالكم أحبتي في الله؟ أسأل الله أن تكونوا بأفضل صحة وحال. أعتذر منكم ما زلت باللباس الطبي، ولكنني مستعجل ويجب أن أذهب وأغير ملابسي الآن وأذهب إلى المطار لاستقبال أحباب على قلبي، حمزة وأحمد إذا تذكروهم، جو إلى زيارتي هنا في تركيا. حمزة قال لي مرة أنه يرغب أن يشعر كما في الأفلام عندما يكتب شخص ما اسمه على الورقة وينتظره في المطار، فأنا أحببت أن أقوم بهذه المسحة البسيطة وأكتب اسمه على الورقة وينتظره في المطار، وأحببت أن أصطحبكم معي في هذه المسحة البسيطة. تعالوا معي. الآن وصلنا للمطار، ولكن مع الأسف الشباب كانت مستعجلة وما قدرنا نستقبلهم بالورقة في قاعة الانتظار. بعد أن استقبلناهم قررنا أن نكمل الرحلة مباشرة من مدينة إسطنبول إلى مدينة موضة، وبالفعل حجزنا من نفس المطار وتوكلنا على الله. يعني اختصارا للوقت تقريبا الطريق يعني أخذت ساعة، ولكن مع المناظر الخلابة تشعر أنها 10 دقائق. والشباب أول ما وصلنا مباشرة للبحر، وأحمد بفترة النجاة، وحمزة الله يقولكم طول الوقت بنقذ فيه من الغرق. بعدين علمتهم الغطس الحر، علمتهم في مترين على عمق مترين، يا اهلي يا زلمة من البلاش. بعد ذلك حمزة اخذ الكوبرو وحكى انه بده يصور لكم السمك، خلص بطاريته على الفاضي، الله يعطي العافية. وهنا الشباب اكملت السياحة والاستجمام، وانا اخذت مع هذا المنظر الجميل وطالع كتاب مميز صراحة، كتاب اسمه أسرار ترتيب القرآن الكريم، كتاب يعني طرحه جميل ويفتح بصرك لأمور إعجازية في القرآن الكريم. يعني مثلا، هل فكرتم أحبتي في الله لماذا القرآن الكريم مرتب في المصحف ليس بناء على نزول الوحي؟ أو هل فكرتم مثلا من جمعه، حيث أنه جمع على 3 مراحل والكثير الكثير من الأفكار التي تستحق أن يتمعن بها؟ بعد ما أخذني الوقت في المطالعة الشباب ملت، فأخذتهم وأكملنا الرحلة. طبعا حمزة عشان ينزل صفرة لازم يتصور 1000 صفرة، شغلني مصور بحجة أنه أحمد ما بيعرف يصور، بس حمزة بمون طبعا. المهم، حدث الكثير الكثير من الذكريات الجميلة التي بقيت في ذاكرتي وذاكرتهم، وحان الآن موعد رحيلهم. ولكن طلبتم مني أحبتي في الله أن نقوم بتصوير حلقة اسألني، فأحببت أن تكون مختلفة وأن يقوموا هم بالإجابة عنها بالنيابة عني، يعني لنرى إن كانوا يعرفونني أم لا. ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ أحباءنا وأهلنا، اللهم أمين. ونبدأ على بركة الله. أعرف عمز، أنا حمزة، بكون ابن عم محمد غنايم، ومارس حاليا مهنة التمريض. نعم نفسه، أنا مش ملاحظ الشيء غير هيك يعني، ولكن في الحقيقة يا جماعة الخير هو أفضل بكثير من اليوتيوب، فهو يعني في الحقيقة شخص مرح يحب الحياة. بالنسبة يعني لموضوع الشعر، باعتقادي أن محمد يعني مش فارقة معه،
ولكن صراحة شعره جميل، شو رأيكم؟ كما تعلمون أن محمد غنايم يعني يشتغل حاليا في زراعة الشعر، وزي ما نقول مثل يعني نجار وبابا مخلوق مش دارج يعني. كات الشيء اللي أكرهه في محمد، آخ يا ابن عم، أنه بحطي في مواقف محرجة كثير. خذوا لكم هالموقف، هذا يوم لما جينا على تركيا لنا على مطعم يعني زي ما تقولوا نتفصل نتغدى، وهذا ماشي لك ابن عمي على مبدأ إذا ما بتغلط ما بتتعلم. طيب وبدأ أنا أتعلم تركي، طيب ماشي وبالخاوة كمان يعني نادينا على القرسون وجينا نطلب، فمحمد قاعد قبل وساكت، فأما نجي القرسون فبقول لي اطلب يعني، وأنا الله وأكلك يعني يا أم الله مش عارف يعني أنا ما بعرف كلمة بنايدن، مش عارف هي صباح الخير تدا هذه وبس ما بعرف غيرها، فيعني كيف الواحد لما يكون عنده فيعني أنا شو بدي أسوي، ففتحت المنيو أشرنا له هذا هو. طيبكم أعطيك العافية يا ابن عم خجول مستحيل. يعني الله وكيلك وكل المشاكل الصغر اللي كنا عملها في زمانات كان يقول يبلش لي الله لا يحط رزقك ابن عم مش خجول. والله ان محمد كريم جدا، وبما ان نحن الان حاليا متواجدين في تركيا عنده فيعني اجبار علينا يعزمنا، ولا شو رايك ابن عم؟ شو عشان الليله؟ يعني نثركني اذا بينا نظرنا جوال التاريخ. اكثر موقف احكي لي ابن عم هذا يا جماعه الخير يوم يعني هذا الحكي في قبل يمكن ثلاث سنين اربع سنين لما محمد نزل عندنا على الضفه، فبتعرف انه لازم يسلم على الكل، فراح يسلم على عمة ابوه يعني هي كبيرة في السن، فهو يسلم عليها مسكين فيسلم عليها اللي بتحكي لك مين انت، انت اسامة تفكر اخوه يعني، فهو يعني مسكين حتى لما نضحك عليه. لا طبعا يعني بيني وبينه يتكامل العمية، وزي ما بتعرف يعني في بين اصحاب مصطلحات لا يعرفها الا هم. الحياه الاجتماعيه طبعا لانها هي حياه الواقع كما تعرفون، ولكن بما انكم وثقتم فيه وتشاهدونه فهو لا يحب ان يقطعكم مثل ما بحكي لي يعني.